أهلا بكم. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إن خليفة حفتر أثبت أنه لم يكن شريكا حقيقيا للسلام، معتبرا أن هذا الهجوم لم يكن ليقع بدون تدخلات بعض الدول بسبب مصالحها الضيقة. وقال السراج إن حكومته وثقت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات المعتدية، من قصف عشوائي للأحياء المدنية والمطارات والمدارس وأطقم الإسعاف وتجنيد للأطفال. إن الاعتداءات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة طرابلس ومدن أخرى حاليا من قبل قوات خليفة حفتر، والتي وقعت في وقت كان الأمين العام في زيارة هي الأولى للعاصمة، ما زالت مستمرة. كنا نحسبها من الأطراف التي تسعى إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، لكن هذه الحرب أثبتت أنه لم يكن شريكا حقيقيا للسلام. وما كان لهذا الاعتداء أن يقع لولا التدخلات من بعض الدول التي لم تترك بلادنا تنعم بالاستقرار بسبب مصالحها الضيقة. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أنه لن يشارك اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر بالحوار على طاولة واحدة. وانتقد المشري موقف الجامعة العربية مما يجري في بلاده، وقال إن الجامعة لم تصدر أي موقف يطالب حفتر بوقف عملياته العسكرية. ما يقوم به خليفة حفتر هو التوصيف الدقيق للإرهاب. لا يستطيع أي شخص في المنطقة الشرقية أن ينتقد أي فعل يقوم به هذا المجرم الإرهابي، وإذا انتقد فمصيره كما رأينا شارع الزيت، مصيره أن يكون معدوم وأيديه مكبلة في لبيار. جرائم سجلت في العالم كلها أن هي جرائم ضد الإنسانية من ضباط يتبعون هذا المجرم الذي يدعي أنه يكافح الإرهاب، فبدأ بنشر الإرهاب، وسلوك القوات التي معه تدل على أنها سلوك مجرمين وإرهابيين لا ينتمون إلى منطقة معينة ولا إلى فكر معين. حاشا أن يكون هذا الجيش مكون من القبائل العربية الأصيلة التي قارعت الإيطاليين وأرتهم الويل، وهي قبائل برقة. أعلنت قوات حكومة الوفاق عن تقدمها في محور السواني جنوب غربي العاصمة والحفاظ على مواقعها المتقدمة في مناطق وادي الربيع وعين زارة والخلة ومحور مطار طرابلس العالمي. وقد نقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن مصادر عسكرية قولها إن قوات حفتر في منطقة قصر بن غشير قصفت عدة أحياء جنوب طرابلس بأكثر من 13 صاروخا من نوع جراد. في المقابل قصف سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق معسكرا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة الجفرة وسط البلاد. طالب متظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس فرنسا بوقف تدخلها في الشأن الداخلي لبلادهم، ووقف دعمها لعدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة، وتعطيلها قرارات دولية من شأنها وقف سفك دماء الليبيين. وطلب المحتجون المجتمع الدولي بوقف تدخل مصر والسعودية والإمارات في الشأن الليبي، والذي قوض بحسبهم العملية السياسية وأدى إلى التجاوزات الأخيرة. كما دعا المتظاهرون حكومة الوفاق الوطني إلى إصدار مذكرة اعتقال وتجريم بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقوفه خلف العدوان على طرابلس. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور أسامة كعبر. أهلا بك دكتور أسامة. إذن في هذا اليوم هناك أكثر من تحرك، هناك بيانات عسكرية تتحدث عن تقدم لقوات حركة حكومة الوفاق، وأيضا هناك تصريحات لفائز السراج الذي كان قال سابقا أن حفتر يعني طعنه من الظهر، يتحدث اليوم بهذه التصريحات عن لابد من وقف والتقدم. هل هذه التصريحات يعني تعكس أن حكومة الوفاق أصبحت يعني شبه تسيطر على طرابلس أو على المعركة على الأرض؟ بكل تأكيد يعني لربما أنا أستغرب قليلا عدم حدة خطاب السيد السراج، يعني لا زال السيد السراج يتحدث بلغة ناعمة لا تعكس حقيقة تضحيات الشباب أو تضحيات القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني على الأرض.
ولكن ربما المنصب السياسي يحتم عليك بعض المعايير. أنا كمحلل سياسي ممكن أفتح النار وأتحدث وأذكر الأسماء بكل وضوح. السيد سراج لم يذكر الأسماء، مثلا الدول الداعمة لسراج الداعمة لحفتر لم يذكرها السيد فايز السراج في حديثه، وهذا ربما قلت لك معطيات الكرسي أو رئاسة الحكومة تتطلب منه نوع من الدبلوماسية. خطاب السيد خالد المشري كان أوضح وكان أقوى، وحقيقة يعكس تضحيات الشباب على الأرض، يعكس طموحات الشباب في المنطقة الغربية، يعكس رفض الشارع الليبي في العموم لما يقوم به حفتر من تجاوزات، من انتهاكات، من قتل أبرياء، من قصف منازل وأحياء ومؤسسات دولة، مدارس ومستشفيات ومؤسسات. حتى في المنطقة الشرقية حقيقة يعني هناك صمت رهيب في المنطقة الشرقية، هناك رفض لحفتر. الجمعة الماضية كانت هناك محاولة إلى دعم حفتر من خلال تظاهرة كبيرة في ساحة في بنغازي، وتم الدعاية لها ولم يحضر إليها أكثر من 20 شخص، فاضطروا إلى إلغاء هذه التظاهرة الداعمة لحفتر. يعني فائز السراج عندما يتحدث على أن الحكومة بدأت بالفعل توثق هذه الجرائم، يعني هذه الخطوة، ما الخطوة التي ستليها يعني، أو بماذا يلوح فائز السراج عن الحديث حول توثيق جرائم الحرب؟ أنا في تقدير هذا الجهد المقل يعني أو هذه الإمكانيات اللي عند فايز السراج أو عند الحكومة اللي بيها حكومة الوفاق الوطني، لأن هناك غطاء سياسي دولي داعم لحفتر من خلال فرنسا وفي مجلس الأمن يعني. ولكن لربما اتصال رئيسة محكمة الجنايات الدولية بفايز السراج أعتقد ثاني يوم لتقدم حفتر نحو إقليم طرابلس، يعني أعطاها تطمينات أن سيتم ملاحقة مجرمي الحرب، وهذا الإجراء التوثيقي هو مطلوب، يعني مش مثلا هو يعني جهد لا يعتد به، لا هو جهد مطلوب لملاحقة هؤلاء المجرمين. ولكن كان المفروض أن يكون هناك حراك دبلوماسي أقوى مما يحصل الآن. وزير الخارجية مثلا الليبي يعني حكم صمت القبور، يعني تصريحاته بسيطة جدا، محدودة جدا، عدم وجود أي إشارة واضحة إلى التدخلات الدولية. أنا أستغرب إلى الآن لماذا لم يتم سحب السفراء الليبيين من فرنسا ومن مصر ومن السعودية ومن الإمارات. هذا أقل شيء يعني لكي يعطي انطباع قوي أن الحكومة الوفاق الوطني جادة في أن تمثل ليبيا وتمثل تضحيات الشباب وتمثل هؤلاء الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الآن دفاعا على 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 العاصمة طرابلس ودفاعا عن أقليم طرابلس. كان من المفروض أن هناك يعني يكون هناك حراك دبلوماسي قوي يعكس هذا، ولكن إلى الآن نجد أن الحراك الدبلوماسي الليبي محدود المعطيات أو محدود الأبعاد. نعم، أبقى معي دكتور أسامة لأنه انضم إلينا عبر سكايب من طرابلس السيد عبد الرؤوف المناعي، عضو مجلس النواب الليبي سابقا. أهلا بك سيد عبد الرؤوف. يعني كان هناك تحرك سياسي بشكل أو بآخر لإشراك جميع الليبيين في حوار مجتمعي للخروج من الأزمة الليبية. ما مدى الضرر الذي سيقع على الخليفة حفتر من هجومه على طرابلس بهذا الشكل؟ أولا حييك ونحيي ضيفك الكريم ونحيي المشاهدين الكرام. لعله من الأشياء الجيدة أن حفتر تحرك نحو الغرب الليبي لإسقاط هذا المشروع، وهو مشروع ما يسمى بملتقى الوطني، وهو في الحقيقة ملتقى غسان سلامة للإجهاز على ما تبقى من ثورة فبراير. فربما هذا شيء حسن، وأني أحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأقول إن مستوى الضرر بالنسبة لحفتر أنه لن يكون في المشهد السياسي بعد الآن بعون الله تعالى، لأنه أظهر عن نواياه التي تحدثنا عنها وتحدثنا عن اتفاق سخيرات أنه يسلب السيادة ويسلب الاستقلال و إلى آخره، وها هو اتفاق سخيرات لم يبقى منه إلا هذه الحكومة فقط، أي السلطة طرابلس التي موجودة الآن والتي انقلب عليها، وما يسمى بمجلس النواب الذي صدر ضد حكم المحكمة العليا أيضا لم يعترف لا بحكومة السخيرات ولا باتفاق السخيرات ولا غيره، وهم ينقلبون
مع أننا وضحنا هذا الأمر في سنة 2014 وبينا كل ذلك. أنا أحب أن أقول أن المستوى السياسي لا زال لم يرتقي إلى مستوى التضحيات التي يقدمها التوار في الجبهات، والنائب العام لم يتحرك بعد. أنا أحدثك من طرابلس، وعندما اتصلوا بعض الإخوة بالنائب العام يقول لهم أنا عندي أولاد وصغار وأطفال وكذا، يعني كأنه خائف. يجب على السيد السراج أن يقيله وأن يأتي بنائب عام جديد، وكذلك يجب عليه أن يقيل سيالة، لأنه لم يتصرف إلى هذه اللحظة بما يمكن أن تمليه عليه هذا الموقع وهذه الوظيفة. مثل ما قال السيد ضيفك الكريم، كان ينبغي، ليس الشيء البسيط اللي هو سحب السفراء، لم يصدر عنه إدانة ولم يرسل رسائل إلى مجلس الأمن، إلى مقرر حقوق الإنسان، إلى محكمة الجناية الدولية، إلى الجمعية العامة، ويبين حجم هذا العدوان وحجم جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر، وهي مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف. فهذا كله لم يحصل. أنا أقول أن أداء الخارجية الليبية ليس في المستوى إطلاقا، وهناك تلاعب بالألفاظ، وهذا شيء للأسف الشديد يندى له الجبين أن يقدم توارنا الشهداء في الميادين وهذا الوزير يتصرف بهذا الشكل. وضحت فكرتك، أشكرك سيد عبد الرؤوف المناعي عضو مجلس النواب الليبي سابقا، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في روما تطورات الأزمة الليبية. وأكد الجانبان في بيان مشترك أورته وكالة الأنباء القطرية أهمية التنسيق الدولي لدعم السلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار. وقال كونتي في تصريحات عقب اللقاء إن روما تريد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا، معربا عن أمله في انسحاب قوات حفتر من جنوب العاصمة طرابلس. من جهته قال وزير الخارجية القطري إن تصرفات الميليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. وينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الإعلامي القطري الأستاذ جابر الحرمي. أهلا بك سيد جابر، ما تعليقك على البيان المشترك الإيطالي القطري حول الموقف مما يحدث في ليبيا؟ حقيقة هناك دعوات دولية استتباب واستقرار السلام في ليبيا، لكن للأسف الشديد هناك أطراف إقليمية تسعى إلى إذكاء هذه الحرب ودعم الميليشيات المنقلبة على الحكومة الشرعية، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. إلى الآن ليس هناك التزام حتى بالقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بعدم تصدير أسلحة إلى الفرقاء في ليبيا. هناك أطراف اخترقت، والتقارير الأممية ذكرتها بالاسم. الإمارات على سبيل المثال قالت عنها التقارير الأممية أنها اخترقت هذا الحظر المفروض على ليبيا بمنع تصدير السلاح، وقامت بتصدير أسلحة وتزويد حفتر بمختلف أنواع الأسلحة، وهذا خاص يعني في السنوات الأخيرة. وحتى يومنا هذا في هجومه على طرابلس كان هناك دعما عسكريا معلنا من قبل الإمارات ومن قبل السعودية ومن قبل مصر، إضافة إلى أطراف دولية كما هو الحال في فرنسا التي أيضا قدمت هذا الغطاء. لذلك الدعوة القطرية الإيطالية التي صدرت هي نابعة على حرص مصلحة الشعب الليبي و إيجاد استقرار في هذا البلد الذي يعاني من هذا الوضع منذ 2011، يعني ما يقارب من 8 سنوات، وليبيا يعاني من هذه الأزمات المتصاعدة والتي تذكيها أو يعني تسعى دول إقليمية إلى استمرارها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جابر الحرمي الإعلامي القطري، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.
كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها اليوم أن الأمير السعودي المتهور يشعل حربا أهلية أخرى. وقالت الصحيفة أن الهجوم العسكري على طرابلس شن بدعم مالي من السعودية والإمارات ومصر. وأضافت أن هذه الحكومات العربية وروسيا خربت عمدا الجهود الدولية التي حظيت بدعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وبحسب الصحيفة تمثل هذه الأموال التي تهدف إلى دفع رواتب زعماء القبائل وتجنيد مقاتلين جدد مقامرة أخرى طائشة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تدخل بشكل كارثي في اليمن فضلا عن محاولات فاشلة لإخضاع الحكومتين اللبنانية والقطرية. وقالت الصحيفة أن هجوم رجل الحرب البالغ من العمر 75 عاما والذي يأمل أن يصبح دكتاتورا ليبيا المقبل جاء بتحريض ودعم من السعودية والإمارات ومصر. دكتور أسامة، يعني ما مصلحة السعودية والإمارات في مصر في دعم حفتر؟ يعني ما الذي سيعود عليهم من هذا الأمر؟ يعني هؤلاء هم قيادات الثورة المضادة في المنطقة بالكامل. يعني الإمارات لا تعبث في ليبيا والسعودية أيضا لا تعبث في ليبيا فقط، ولكن تعبث في تونس، تعبث في اليمن، تعبث في سوريا أيضا. نحن نعرف أن موقفهم في البداية إيش كان من 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 بشار الأسد، والآن موقف تغير وأصبح داعم لبشار الأسد. فكل هذا العبث موجود ومعروف، والغاية والغرض منه هو عدم تصدير هذه الثورات أو هذا النضج الفكري اللي حصل في هذه الدول إلى منطقة الخليج، وبذلك يعني يهدد عروشهم يعني ويهدد أنظمة الحكم التي هم فيها، لأن هؤلاء ليس لديهم عقل اجتماعي مع شعوبهم. هؤلاء يعني تنصبوا على شعوبهم بطريقة ما، والآن هم يعني يمارسوا في ديكتاتورية أخرى. وإحنا نعرف القوانين التي صدرت في السعودية، الانتهاكات الموجودة ضد المواطن السعودي. الإمارات الآن لا يوجد مواطن إماراتي يستطيع أن يتحدث ضد نظام الحكم الموجود هناك. هذا كله يعني أنظمة قمعية ديكتاتورية لا تختلف عن الأنظمة العسكرية الموجودة مثل في سوريا ولا ليبيا ولا اليمن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة كعبر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. المسائية مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها: المتظاهرون السودانيون يواصلون اعتصامهم بمحيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.